السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. À Lille avec le bon appel et l'occasion d'égaliser, oui, ça passe pour Kerem, l'égalisation de Galatasaray, 10 minutes après le but de Gustepe, le très beau mouvement entre les deux attaquants, la passe d'A Lille pour Kerem, l'équipe de Fatih Terim revient à un but partout, avec peut-être un enchaînement dans un angle fermé, le deuxième but marqué par Kerem pour Galatasaray, le doublé alors que Egri Bayat, le gardien, peut sans doute faire mieux. Ah, il était excentré, angle très fermé, et pour tout ce que l'attaquant désire. Là, il peut contrôler, crocheter complètement seul à Lille. Alors, c'est une faute de Nouo Bodo selon l'arbitre. On va peut-être mieux la voir après, voilà, juste là. Là. وفي بطولة الرابطة هدف أبطال. هنا التلقى من جانب فيرنر، هنا تكرار الهدف الملغي، ولكن هذه المرة هدف أمامنا هنا يسجل عن طريق اللاعب حكيم زيش. كرة بالكربون من هدف الملغي الشوط الأول، اتظبطت المرة دي، انطلاقة من فيرنر وهدف من جانب زياش عشان يتقدم البلوز بهدف في هذه اللحظات من المباراة. الكرة اللي اتقطعت المباريات المهمة والمباريات الحاسمة. ادي جيمس عدى، لكن كل يعني استبشر وقال ان ممكن يحقق ما حققه. ده تشيلسي متفوق والكرات العالية أمامنا، هو المحاولة في التشكيلة اللي لعبت أمام دورتموند. ادي أمامنا الكرة العالية، سرعة التحول عند تشيلسي كلمة، وادي كلمة جديدة. يضيع زياش، خطأ من روبن دياس أمامنا هنا، أو دياس في اللقطة اللي فاتت، وزياش يضيع فرصة يعني قتل المباراة بالهدف الثاني. إن جيزوس فودن عاملها حلوة قوي، لكن رويد نهائي كان في لايبزيتش وفي بايرن ميونخ في دوري الأبطال. أدي أمامنا الكرة، كانسيلو، حاولات كانسيلو، الكرات العالية، جاب رجل في مرمى كروس نودار، اللاعب اللي من أصول كرواتية والأمريكي اللي دخل كبديل في هذه المباراة. الكرات العالية أمامنا هنا، وادي راسية، وهدف التعادل يضيع، هدف التعادل. رودريجو يعمل من جانب ستيرلينج، تحرك من جانب كانسيلو، طويلة طويلة. فين ستيرلينج؟ ستيرلينج يعني من اللاعبين المهمين. عربي يسجل في نصف النهائي على فكرة منذ أمام فريق نادي تشيلسي. على طول الكرة اللي بالعرض فوق، هذا السن في لقاءات الذهاب والعودة، يسجل ذهاب وعودة في خوفا من الإصابة، في أوقات مفترقة في عمر المباراة. فيما يخص أنشيلوتي وإيفرتون، يؤدي الفريق لكن لا يحصد نتائج إيجابية، يعني ممكن هذه خامس مباريات لا يحصد فيها الانتصار، وبالتالي كلا الفريقين يبتعدان عنهما المراكز الأوروبية، صحيح، خصوصا دوري الأبطال. نتيجة تسعد تشيلسي، تسعد ويست هام يونايتد، وتسعد ليفربول، إنما لا تسعد محمد صلاح مثلا، لأن كين فرق عنه بهدفين. أيضا تدي أمل لأهل لل